هنعمل النهارده تحليه سهله جدا. انتوا عارفيني انا في الحاجات الحلوه السهله ما عنديش، يوم مرحميني. هنعمل بقى شويه كريم كراميل كده من غير بيض ومن غير فرن، نحط عليهم شويه فاكهه. تعالوا بقى اوريكم الحاجات السهله دي هنعملها ازاي. فحل على النار، هنحط لتر من اللبن، هننزل عليهم بثلاثة باكت من الكريم كراميل الجاهز، وهنحط عليهم 4 معالق كبار من السكر علشان الباودر بتاع الكريم كراميل مش بيبقى مسكر قوي. وابتدي بقى اقلبهم. ماشي، هعمله بنفس الطريقه اللي مكتوبه على العلبه، حطيته على النار وهقلبه. اول ما يغلي هطفي عليه واسيبه بقى ايه يهدى خالص من السخونيه بتاعته. اول ما يبتدي يغلي زي ما انتم شايفين كده بقى هقفل عليه واسيبه يهدى خالص من السخونيه بتاعته. هبتدي بقى ايه اقطع الفاكهه كلها اللي عندي قطع كده صغيره. طيب اخدنا بقى تفاح، واخدنا 2 كده تفاح و2 موز، عليهم بقى مثلا 1/4 كيلو كده من فراولة. فراولة لسه موجودة في السوق، تلحقوا برضو ان انتوا تشتروها وتعملوها. اي فاكهة ولادك كمان بيحبوها تقدري ان انت تحطيها، مفيش اي مشكلة خالص. خدت كمان واحدة من الكيوي، وابتدي اقطعها برضو مكعبات كده متوسطة. ماشي، هاخد الفاكهه بقى اللي قطعناها دي كلها في بوله، هحط عليهم عصير ليمون علشان ده ماده حافظه وفي نفس الوقت الفاكهه معايا ما تسودش. هحط عليهم بقى عصير الليمون. هنجيب بقى قالب يكون شكله حلو، هبتدي انزل كده الفاكهه تحت. طيب استنينا لما الكريم كراميل هدي خالص من السخونيه بتاعته، عشان لو كان سخن وصبناه على الفاكهه كلها هتدبل على طول، هيبقى شكلها مش حلو. فاستنينا لما هدي من السخونيه بتاعته هنبتدي بقى نصبه على الفاكهه بتاعتنا. هتلاحظوا بقى ان قوامه كده تقل شويه لما هدي، هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. انا كده خلاص خلصت الوصفه بتاعتي النهارده، هدخله بقى الثلاجه يبرد ويسقع واوريه لكم بقى يبقى شكله عامل ازاي. كده خلاص خرجناها من الفريزر، لحد لما مسكت كويس هنبتدي بقى نقلبها. بس لازم قبل ما نقلبها هعمل لها كده حمام ميه سخنه علشان تتقلب كويس واعرف افكها من القالب. في صينيه بقى فيها ميه سخنه هننزل عليها كده بالقالب علشان بس نفكها من القالب ونضمن ان هي هتتقلب بشكل مظبوط. حاجه بسيطه بس 2 دقايق وهنشيلها. كده خلاص خلصنا الكريم كراميل، زي ما انتم شايفين قلبناه وبقى تحفه. عملناه بطريقه سهله قوي، ممكن تحطوا كل انواع الفاكهه اللي انتم بتحبوها، اسهل من كده اعتقد مفيش. جربوها بقى بالطريقه دي وهستنى رايكم في الكومنتات. صحه والف هنا ووصفه قمر مع ايه عمر. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.